احتفلت القوات المسلحة بعيد الفطر المبارك من خلال القيام بزيارات إلى أسر الشهداء، حيث قدمت لهم هدايا من الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وأعربت أسر الشهداء عن فرحتها بتوجيه الشكر للرئيس السيسي، مؤكدين أن القيادة السياسية لن تنسى أبنائها. تحيا مصر بيكم انتم، انتم ولاد الابطال، ولاد الابطال، ولكم في رقبتنا كل الخير والامان والسلام. في يوم سالنا ابويا وقال لي نفسك تبقى ايه؟ قلت له نفسي ابقى زيك بطل بيحكوا الناس عليه. علمنا ابويا معنى الشهاده، كل سنة ومصر طيبة، كل لحظة وإحنا فيها في سلام وأمان، وإحنا بنكبر أكتر وأكتر وما بننساش. تضحيات رجال أبطال سابوا كل حاجة وراهم، ما فكروش غير في بلدهم، سابوا أطفالهم وأسرهم، أمانة في رقبة كل المصريين. والنهاردة وزي ما عودنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل عام، عودنا إنه بيحتفل بالعيد وسط أبناء الشهداء، وقواتنا المسلحة كمان دايماً معاهم في كل المناسبات. السلام عليكم. كل سنة وحضرتك عيد مبارك عليك. كل سنة وحضرتك. أشكر سيادة الرئيس على الهدية الجميلة اللي بعتها لنا، ودايما هو عشان سيادته فاكرنا، وإن شاء الله في تقدم إن شاء الله، وربنا يعينه ويقويه. محمد دلوقتي كل سنة وانت طيب يا ابني، وزملاتك الحمد لله مش ناسينك، ولا وسيادة الرئيس ناسيك خالص الحمد لله، يعني تفرح الحمد لله، ويعني هو أكيد فرحان بينا الحمد لله دلوقتي. أشكر سيادة الرئيس الاهتمام دايما بأسر الشهداء ومتابعة أحوالهم، وطبعا دي من حاجة مش جديدة على سيادته، لأنه زي ما بيقول أبو المصريين، وربنا يحفظهم جميعا من كل شر وسوء، ويحفظ بلدنا ويجعل بلدنا أمن وأمان. اللهم أمين يا رب العالمين. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن تعاونه مع أسر شهداء مصر، وأنا فخور جدا بدعوة سيادته وحضور حضراتكم لنا البيت. أنا راجل مسن ما قدرتش ألبي طلبات حضراتكم وأجي لكم في العيد. يجعل مصر في أمن وأمان، القوات المسلحة على رأس الجميع، حماية للبلد وحماية للوطن. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة يا رب، وربنا يخليكم لمصر ويبارك فيكم، وكل سنة ورئيسنا طيب ويقدروا وعلى تحمل مسؤوليتنا. نتشرف بحضرتك ونتشرف بالناس الحلوة دي كلها، الجيش كله، يعني ده شرف كبير قوي قوي قوي. نشكر كل فرد في القوات المسلحة، ونشكرهم كلهم وجمايلهم على دماغنا، وربنا ينجيهم من كل شر. بشكر السيد الرئيس السيسي على المجهود اللي بيعمله للبلد، ربنا يوفقه في كل خطوة يخطيها يا رب. شكرا للسيد الرئيس. السيد الرئيس ربنا يوفقه ويبارك لنا فيه يا رب، ويسدد خطاه ويسنى هو طالب. ليا الفخر وليا الشرف ان السيد رئيس الجمهوريه كرمني قبل كده في 2017، وليا طبعا الفخر والشرف ان سيادته لحد النهارده يعني، ودي حاجه تخليني ممتني جدا، فاكر رجالته، وللمره الثانيه بيشرفني بالتكريم بتاعه ان هو فاكرني وفاكر كل زمايلي اللي كان لهم دور وتصوف في منطقه العمليات.
طبعا بشكر القياده العامه للقوات المسلحه واستاذ السيد وزير الدفاع وصولا لحد احدث جندي في القوات المسلحه على الدعم المستمر وان هم لسه فاكرين مصابي العمليات وان هم دايما يعني بيفرحونا وبيدخلوا البهجه علينا وعلى اسرنا. القوات المسلحه ابدا ما بتنساش اي حد من ولادها. شكرا سيادة الرئيس على تعاونكم المستمر ودعمكم الدائم في لأسر مصابي وشهداء العمليات الحربية وغيرها من فئات المجتمع المختلفة. لي الشرف والفخر أني شاركت في العملية الشاملة سيناء 2018، كانت هدفها هو حماية الوطن والدفاع عن أرض مصر الحبيبة وحماية شعبها الكريم. موضوع الإصابة الحمد لله ما أثرش فيها خالص، بالعكس رفع من روحي المعنوية وحسيت أن أنا عملت حاجة للبلد وقدمت حاجة حتة مني بمعنى أصح. كان دايما بيقول فداها عمري كله طول ما لسه في روح، مصر أغلى، مصر أبقى، مصر فداها الغاليين بدماهم وأرواحهم، ربنا حافظها ليوم الدين. مصر أغلى حاجة عندي، مصر ضي ونور عينيا، خد نصيحة قالها جدي، مصر ليها حق فيا، إن أكون دايما حماها، إنها تكون حتة مني، أعمل اللي نور رضاها، أبقى منها وهي مني. اللي دافع عن بلاده لأجل ما تعيش في سلام، وضحى علشان بحياته اضربوا له تعظيم سلام، اضربوا له تعظيم سلام.